السلام عليكم اهلا بكم في حلقه جديده حديث القاهره. وارجو ان يكون حديث القاهره اليوم واضحا للغايه حين يعلن للكافه عن فشل الاخوان في 11/11. .11. عن فشل الاخوان وفشل قدراتهم ومقدراتهم حتى العقليه قدراتهم العقليه المحدوده جدا سياسيا وغبائهم السياسي ورهانتهم الخاسره اللي بتؤدي الى فشل حقيقي قائم مستمر دائم فيما يخص محاوله فهم الشعب المصري ويعني كيف يفكر الشعب وكيف يتصرف. عماهم السياسي نتيجه عماهم العاطفي. الكراهيه والحقد وال والحالة المهووسة من العداء والإغال في الكراهية للشعب نفسه وللمجتمع وللناس وللدولة بيخليهم بيفكروا من الحقد بيفكروا مستخدمين حقدهم كأداة للتفكير مش عقلهم إن طبعا الكلام ده يصح إنه يتقال بكرة 11-11 لكن أنا بقولهولك لك 10-11 ممكن نبقى نعيده بكرة لكن بقوله لك مراهنا على انهم فشل وانهم لن يستطيعوا على الاطلاق اخراج ولا 11 واحد مصري يخرج في مظاهرات دعوا اليها وتحمسوا واحتموا بي يعني حلمهم العظيم الرهيب للتخريب وللفوضى وهذا لن يحدث وبقولك لك دلوقتي لم يحدث على اعتبار كاننا بكره يعني ثقه في الله نجاح على راي الليمبي او على راي محمد رمضان من ال <applause> <applause> وبقول لك تعالى بكره يعني نشوف المشهد ببساطه احنا يعني لو ربنا حافظ على حواسنا الخمس للغد هنقدر نعرف مين اللي كان صح ومين اللي كان غلط يعني. فليه انا بقول ده؟ بقول ده علشان يعني نفهم مشاكلنا الحقيقيه بدل ما الاخوان يجعلوا من اجندتنا ومن اولوياتنا امرا خارج الاولويه الصحيحه الصائبه التي يجب ان نلتزم بها جميعا والتي يجب ان نؤمن مهما اختلفت الوسائل والوسائط ان دي الغايه المرجوه والهدف الاكيد انه على بشكل مرحلي مؤقت هو كيفية عبور الأزمة الاقتصادية. بشكل غاياتي غايائي كبير إن إحنا نوصل بمصر لمرحلة من الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. هم بيشغلونا ونتشاغل بهم. هم بيعطلونا ونتعطل معهم، فضلاً طبعاً على قدراتنا إحنا الذاتية في تعطيل نفسنا ويعني وإعاقة مشوارنا وطريقنا. وبأشير هنا لمشهد جرى صباح اليوم او فجر اليوم مشهد الدراجات في شوارع شرم الشيخ. الرئيس السيسي يقود دراجته وسط صحبه من يعني طبعا اكيد في حرسه لكن صحبه من الاجانب على المصريين في شوارع شرم الشيخ في مشهد في ظني وفي رايي واحنا بنشوفه دلوقتي اهو مشهد في ظني انه عنوان مهم جدا ايه العنوان المهم اللي احنا لازم نفهمه من خلال المشهد ده؟ انه يا جماعه اللي عندهم رغبه في تحويل شرم الشيخ الى ما يعني مشاعر نسخم بيها بعضنا انا بتكلم عن نفسنا مش بتكلم على الاخوان ولا بتكلم على اللي عندهم درجه من العداء والكراهيه المحمومه يعني لاي نجاح مصري وبيعتبروا ان اي نجاح لمصر ونجاح للدولة المصرية وكأنه يصب في مصلحة الحكومة والحكم اللي هما متضايقين منه وما عندهمش أي قدرة حقيقة على الفصل ما بين هو وطني وما هو سياسي. ما بين هو يخص مصر والدولة وما هو يخص حكومتها. وما عندهمش أي إدراك ولا موضوعية إنك أنت حتى لو غير متوافق في سياستك او في فهمك للسياسه مع بعض او كثير مما تقدمه الحكومه والحكومه الا انه النجاح ده كله نجاح في رصيد مصر الصوره الشكل القيمه المكانه الهيبه كل ده في رصيد بلدك في رصيد كل مواطن في مصر فدي نقطه للاسف المشاعر الموغله في الكراهيه او المغلة في العاطفيه اساسا والنظره الموغله في العاطفيه بتخلينا طول الوقت مش عارفين نبص صح ونشوف صح. لكن المشهد ده كمان وهنا بخاطب هؤلاء الذين يريدون أن يصوروا للمواطن المصري أن العالم يتآمر عليك. أو أن هناك مؤامرة عليك لدرجة إنه يعني توليع مشاعر المصريين أو تسخينها. طبعًا أنا فاهم كويس نظرية المؤامرة دي نظرية تحظى على قبول كبير في العالم كله يعني مش في مصر بس. لكن المشهد ده بيقول مشهد الدراجات في الشوارع شرم الشيخ انه تعالوا نعيش اختلافاتنا ومشاكلنا حتى احنا بنحل مشاكل الكوكب بهذه الروح اللي فيها تحضر اللي فيها سلام اللي فيها طمان اللي فيها حوار اللي فيها قبول وتسامح اللي فيها بقولك اختلاف بتحضر باحترام للاختلاف اللي فيها رغم حاجه فيها ذلك السمو المطلوب في حواراتنا ومشاكلنا احنا مع بعض كمجتمع مصري احنا كمصر ودول العالم دول العالم معانا في حوارها او في اختلافها حتى ده الروح المطلوبه الروح اللي فيها السموم اللي فيها تسامح اللي فيها سلام اللي فيها طمان اللي فيها أمان، اللي فيها حوار، اللي فيها مودة، اللي فيها سكن. القيم النبيلة العظيمة دي هي اللي تحمي اختلافاتنا مع بعض، حتى لو تطاحنت. الناس بتعمل في في الدول الأوروبية، الدول الغربية عموما يعني، مناظرات سياسية طاحنة، وممكن يتلاسنوا تلاسن كبير. ويتشاغبوا على بعض بشكل كبير، وبعدين يقوموا مسلمين على بعض بمنتهى الروح الرياضيه. زي بالظبط في ملاعب كرة القدم. الفرقتين يبقوا مولعين الارض وحاله من الغضب واحيانا اثناء المباراه تشابك وتخاشن و... وعنف، اول ما الماتش بيخلص بنسلم على بعض وبنلبس التيشيرتات بعض كمان وبنحيي جمهورنا بما فينا بنحيي جمهورنا واحنا مهزومين وهم بي... بيحيونا. الروح دي روح التحضر دي هي اللي بتصنع التقدم. انما القبليه والتحزب جوه عشيرتك وجوه قبيلتك وجوه حزبك وجوه هو ده اللي بيعمل التعصب واللي بيعمل التخلف. والدول المتقدمه بالمناسبه لما تتعصب ولما يعني تعمل حته فيها يعني تخلف او ماشي اي متقدمه وعندها بؤر مظلمه معتمه او عندها سلبيات انما لما نكون احنا بقى دول ناشئه ودي هو اللي بتسال الله حق النشوق النشوق هنا اللي هو كنا بيشموه العجائز زمان عشان يعتصوا ويحرر الصدر والانف يعني انما انا عايز اقول النشوق هنا يعني النشوء والتطور اللي هو الصعود والترقي يعني بيسال الله حق النشوق بالهمزه مش بالقاف النشوق فلما يكون امم ومجتمعات في لحظات ناشئه وعندنا مشاكل للدجة والدجة هنا عن الظلمه الظلمه يبقى عندنا مشاهد ما نقعدش بقى مهمومين و... و... وعاملين سياج من الكراهيه ضد الاخرين وان الاخر بي... بيتامر علينا وانهم عايزين يعطلونا وانهم عايزين يضربوا مشروعاتنا اللي هي ايه؟ ن... يعني نهدي انا بقول لكم انا واحد من اساتذتنا الكبار كان الدكتور جلال امين استاذ الاقتصاد بالجامعه الامريكيه وواحد من المفكرين الجمال جدا واللي عملوا كتب من الكتب المؤثره في كثير من المصريين وطريقه تفكيرهم لكن عموما هو وغيره كثيرون وليسوا قله ابدا كانوا مغرمين بنظريه المؤامره فانا بقول لكم اه في عقول محترمه نابهه ممكن تبقى ماسوره بنظريه المؤامره انا موافق لكن الحقيقه النظريه دي معطله معوقه اولا معطله ومعوقه ان احنا نعرف مشاكلنا ونفهمها على صح ليه؟ لانه سهل احنا بنتعرض لمؤامره ويا سلام لو مؤامره كونيه ويا سلام لو من كبرى ونحول أي بيان بيطلع من أي منظمة، انه مؤامرة على مصر ونطلع أي تصريح بيقولوا أي متحدث باسم أي حاجة على أنه مؤامرة على مصر ونقعد مشغولين بالحكاية دي مش واخدين ان فيه فعلا يعني مش مدركين ان فيه فعلا مؤامرة على مصر بس من حد تاني خالص من طرف تاني النظرية مريحة أنا بقولك في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها في قطاع واسع جدا بعشرات الملايين من الامريكان يعني تقريبا يجي 70 80% من مؤيد ترامب يقول لك عشرات الملايين رايهم ان هيلاري كلينتون عضو في مجلس اداره العالم وبياكلوا اطفال ايوه بياكلوا اطفال دي نظريات يعني يعني تجد من يدافع عنها في المجتمع الامريكي بشراسه بشراسه بيصدقها فعلا. وسياسيين يعني واعضاء قيادات في احزاب في الحزب الجمهوري. إذن برضه ليه نظريه المؤامره منتشره؟ نظريه المؤامره منتشره مريحه. بتصنع لك واحد تكرهه، حد تكرهه، وحد تحمله أخطاءك وتحمله فشلك. وتضعه طول الوقت هو موضع هو اللي معطلني هو اللي معوقني ده لو ما فيش مؤامره ده انا كنت عملت ايه وعملت ايه ده هم اللي مش عايزين نعمل ده هم اللي موقفين ضدي وهكذا فارجو ان احنا نتخفف من الشعور ده ودي اقول لك مشهد العجل النهارده في شرم الشيخ بديع في رسالته دي اه ما الناس قاعدين بنتكلم بنتناقش خلينا بقى فعلا نعمل كل ده في الاطار التحضر والاحترام والاختلاف الجميل والتعايش الكريم اللي فيه ود مع كل الاختلافات الممكنه والقائمه ولازم ندرك ونعي ونعرف ولازم هنا مش لازم امر يعني ده لازم رجاء وانتم عارفين انه اساسا فعل الامر من افعال الرجاء فيعني <applause> مش مش بتشرط على حد يعني بل ارجو انه ناخد بالنا من انه الدول لها مصالح ولها سياسات بتحاول تطبقها وتنفذها عشان تنفذ, تنفذ مصالحها دي ملهاش علاقه بالمؤامرات والا مثلا تقول انه امريكا وهي بتحاول آمريكا تواجه النفوذ الصيني في افريقيا مؤامره على الصين او ان الصين وهي بتحاول تتمدد اقتصاديا وصناعيا واستثماريا في افريقيا مؤامره على امريكا لا يا عزيزي دي الصين تبحث عن مصالحها واتساع مصالحها وامريكا بتبحث عن ابقاء نفوذها وقدرات نفوذها في كل منطقه في العالم المؤامرات دي اللي هو نحيك مؤامره لاسقاط الحكم مثلا زي ما كانت امريكا بتعمل في كتير من دول امريكا اللاتينيه في يعني حتى الثمانينات المؤامره اللي احنا مثلا شاركنا فيها احنا مصر شاركت في مؤامره جباره مؤامره الحرب الافغانيه ودعم المزعوم بانهم مجاهدين افغان واحنا الدوله المصريه الدوله المصريه شاركت في تسفير الشباب المصري افغانستان بعينها وبرعايتها وبدعمها وبتدريبها في اكتر من كده وفتره الرئيس السادات والرئيس مبارك والرئيس مبارك كان مسؤول الملف السياسي لافغانستان. في اكثر من كده؟ للعلاقه وللتعامل مع افغانستان. في فتره رئاسه الرئيس السادات. واشتركنا في مؤامره اسمها دي اسمها مؤامره، المؤامره الدوليه لضرب الاتحاد السوفيتي في افغانستان واسقاط الحكومه المواليه للروس هناك. وصنعنا ألعن ظاهرة في الدنيا إحنا بإيدينا المؤامرة دي اللي عملها الرئيس السادات الله يرحمه لما قرر يطلع الجماعات الإسلامية يكبرها وينميها ويعلمها ويغذيها ويمولها ويدربها قال عشان تواجه مجموعة الناصرين والأسريين اللي هم يعني ما زعلوش طوبة ما مرسوش عنف منهم حتى رموا طوبة في مصر العسكري ومع ذلك ساند الارهابيين وصنع الارهابيين ده مؤامره 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 بقى على مستقبل مصر عملها رئيس مصر اذا كنا بنتكلم عن المؤامرات فالاختلاف السياسي شيء واستخدام ادوات السياسه شيء والتامر لإغ... لان يغطسك حاجه تانية او يسقط الدوله حاجه تانية ومفيش كائن في الدنيا مصلحته ان الدولة المصرية تسقط الا الاخوان وطار الاسلام السياسي. والحاصل انه العالم كله له مصالحه وبيطبق بيحاول يحقق هذه المصالح، واحنا كمان لنا مصالحنا والمفروض نحاول نطبق هذه المصالح. والمصالح دي لها ادوات. والادوات دي عبارة عن سياسات واجراءات ومواقف. لما تيجي تقول مصر بتحاول تقيم علاقة مع روسيا على اعتبار تعاون اقتصادي صناعي مش عارف ايه ما تقولش دي لضرب المصالح الامريكية ولا تقول ان امريكا لما بتشتغل مع مصر دي معونة ده لضرب المصالح دي كلها ايوة مصر عايزة تقدم نفسها باعتبارها طرف ندي علاقة متوازنة مع العالم كله فبتحاول تعمق علاقتها مع الصين تعمق علاقتها مع روسي وفي نفس الوقت تبقي على علاقتها القويه مع امريكا امريكا تحب ان مصر ما تعملش كده فتبدا تعمل اجراءات سياسات تصريحات مشاورات ضغوطات بس مش مؤامرات كده ولا مش مؤامرات ما مصوش مؤامره عشان نقعد بريطانيا الاستعماريه عدد تاني تتآمر علينا عشان ايه يعني كل ده عشان ايه يعني عشان الراجل المسجون ده اه اه امه انجليزيه او امه معاه جنسيه انجليزيه فهي له جنسيه انجليزيه بقت مؤامره كونيه و... واستعمار علي يعني او المنظمات الحقوقيه بتطلع بيانات اللي هي اكل عيش في الاخر ما هو في الاخر دي قيم ساميه ونبيله حول الانسان وكل حاجه بس في المحصله دي وظيفه وشغلانه برضه والناس لازم تعمل شغلها <applause> يعني فنتفهم كلنا الحكايه ون... وندرك انه في اختلافات ما حاجه بس من على قاعده التحضر على قاعدة انه ده اختلاف ان دي مصالح ان دي سياسات ما نقعدش نأجج عواطفنا بالكراهية تجاه دول او حكومات او انظمة احنا في امس الحاجة للتعاون معاه احنا في امس الحاجة للتعاون معاه وارجو واتمنى وابوس راس المتحمسين لنظرية المؤامرة يا جماعة مفيش بلد تبقى أكبر بلد مستورد للقمح في العالم وتقول لحد بيتامر عليا. ده كفاية إنك أكبر دولة في العالم مستوردة للقمح. لما في دولة في العالم بي يعني بتستورد 90% من الزيوت ولا 95% من زيوت الطعام لطعامها فعرضكم ما تتكلموش عن مؤامرة. الناس يتم التامر عليها لما تبقى قاعدة صناعية جبارة يا ريت يتامروا علينا. بس لما نبقى اقوياء طب ما بيتامروا معانا علينا دلوقتي عشان ما نبقاش اقوياء اه طبعا بدليل 158 مليار دولار آآ آآ قروض بدليل السندات اللي احنا بنعرضها فيجوا يشتروها بدليل الشركات تنقيب البترول اللي بتيجي تنقب في مصر بدليل شركه ايني الايطاليه اللي بتيجي تكتشف حقل ظهر بدليل سيمنز اللي تيجي تبني لك 16 محطه كهرباء لكن يعني ما نعل شويه ما نعقل في عرضكم مش هنتضر ان احنا لما نقول دول دوله ناشئه لسه امكانياتها يعني عظمها ضعيف احنا بلد ذات حضاره عظيمه شعب له اراده وموارد بشريه كبيره لكن احنا في مرحله صعود في مرحله نشوء رغبه في ان احنا نبقى يعني على وش الدنيا الحضاريه بمكانتنا بعزتنا بعلاقات العالم بينا ما عندناش مشكله خالص في ده ليه قاعدين ننفخ في وهم وعايزين نكبر في،, في دماغنا احنا قبل الاخرين المؤامره الكونيه يعني بيقول لما شعب يستورد اكبر مستورد في العالم للقمح ما يكلمش خالص عن المؤامرات فاحنا علاقتنا بالعالم لازم تكون علاقة كده اهلا بالدنيا كلها اهلا بالعالم اهلا بيكم كلكم على ارض مصر فرحانين بكل الاختلافات اللي بتقولوها وبتعلنوها بكل اللي بتقولوه طالما في اطار الاحترام والتقدير طالما في اطار العلاقات النديه طالما في اطار المصالح المشتركه فاحنا قاعدين نتكلم ونتناقش اهو لا عداوه ولا خصومه ولا حاجه الاختلاف مش معناه خصومه والخصومه حتى مش معناها عداوه وعايزين نكسب من وجود العالم كله عندنا عايزين نكسب من وجود كل المنظمات الحقوقيه عندنا وعايزين نخاطبها بشكل فيه يعني الذكاء ونباهه عايزين نبقى على مستوى الشباب الصغير اللي هم نشطاء قوموا الدنيا علينا بينما احنا مش عارفين نكلم المنظمات دي بلغتها ولا نسلمها علاقتنا بالمنظمات دي تبقى عبر شباب برضه مليء مصر مليانة بيه شباب حقوقي نابه وذكي ومتحدث باللغات وفاهم كويس حقوق انسان وفاهم طبيعة المنظمات ولو علاقات وصداقات بيه فهم دول اللي يتولوا مش موظفيننا مش موظفيننا مش الناس اللي عايزين مكاسب يعني ومكافئات من الدولة على انهم يعملوا مواقف عنترية احنا عايزين نبني علاقة وجسور مع العالم كله وعندنا الطاقات دي وعندنا الشباب اللي زي الورد اللي نتعلم منه ولادنا ونتعلم منهم ونستفيد منهم ونديهم حرية الإبداع والخلق ونديهم حرية الحركة والتفكير لأنه ده بيصب لي أنا كمصر بيصب لي أنا كدولة بيصب لي أنا كحكومة مهما كان متلامض متشاغب آآ آآ مش عاجبه حاجات متنطط عليها في حاجات وماله طبيعي جيل وسن وزمن واحنا كبرنا قوي احنا بيننا وبين جيل زي ده بتاع الالفيه مساحات زمنيه كبيره الفرق ال 30 سنه بينا وبين العشرينات والتلاتينات ده يخليهم هم في منطقه تانية هم بالعكس هم اللي المفروض يسوقونا مش احنا اللي نسوقهم هم المفروض يمسكوا بايدينا كده وورونا العالم مش احنا احنا نقولهم شويه خبرات ونسمع كلامهم احنا عاملين زي الجد كده لما بينادي يا تايا شغال شغل لي البتاع ده مش عارف اشغله هو كده تعال يا واد انا مش فاهم المنظمات الحوية دي تعال شغلهم انت تقوم انت معاهم شوف الراجل عادي كلمة على التليفون يقول لي دوس على رقم ايه افتح مش عارف الملف ايه مش عارف انا خد انت كلمه احنا كده احنا المجتمع السياسي القديم في مصر كده قدمنا مش عارفين نكلم العالم وبنكلمه على قديمه فالمفروض احنا نقوم مسلمين التليفون للجيل الجديد خش كلمه انت مش الجيل الجديد بقى اللي بيقلدني واللي فرحان انه بي بيكلم كلام انا القديم، لا، الجيل الجديد المحترم الفاهم الواعي العارف المعتز بنفسه المثقف اللي انا دفعت عليه عشان يتعلم اللي انا صفرته ودربته وعلمته وعرفته عشان يجي يقودني مش عشان يجي يعمل نفس الكلام كنت بعمله من 30 سنه. اذا ما اقوله الان كله علشان ما نبقاش عاملين زي الراجل اللي قالك لك الذئب الذئب كل شويه لك الذئب جه الذئب جه راعي الغنم وبعدين في الاخر لما الذئب جه محدش سمع كلامه ليه؟ لانه في مؤامره فعلا <applause> يعني مؤامره فعلا من ايه؟ مؤامره من التيار الاسلامي السياسي اللي هو عايز عايز ايه؟ عايز اسقاط النظام في م... اسقاط الدوله المصريه مش الرئيس مش الحكومه الدوله نفسها الكيان المؤسسي ده الدوله المصريه دي كلها تتفك وتتحرق وتترمي وهم يبقى ملوك على التراب مش مهم ما عندوش مشكله خالص يبقى ملوك على التراب وبيعملوا دعاوى التخريب دي عشان كده وبيسيطروا على المجتمع هم مسيطرين على عقل المجتمع لان وجودهم بقالوا 40 50 سنه طايح في العقل المصري وزي ما عرضنا وبنعرض طول الوقت لفكره انه آآ آآ الاسلام السياسي مسلف مصر كلها عاملها عامله سلفيه ملبسها الاسدال ملبس مصر الاسدال ومصور لها ان ده الدين وانه ده الاسلام وانه وإن اجهزتنا تحت طائله السلفيه دي ومخترقه بالسلفيه نفسها وعشان كده عايز اقول انه رغم فشل الاخوان في 11 11 وبقول الكلام ده في 10 11 الا على الناحيه الاخرى لازم ندرس ونتدارس برضو بروح منفتحة بصدر متسع بقبول للاختلاف باحترام لوجهات النظر بدون مكابرة ولا مكايدة ولا رغبة في المعاندة ندرس هو ده حصل عملي دعوة التخريب دي عملتين أول حاجة انه البلكة حاطه اجنده لنفسها اجنده حوار وطني اجنده مؤتمر اقتصادي افراج عن سجناء استراتيجيه حقوق انسان بتطبق بعض موادها ويعني ويعتزم او قيل انها يطبق المواد الاخرى فيها او الخطوات التاليه روح من الانفتاح بعد مزيج بعد كثير من الانغلاق روح من التعدد والتنوع بعد أحادية مطلقة كاملة خلال السنوات الماضية فأم الإخوان دخلوا على الخط بحكاية دعوة التخريب دي بتاعت 11 -11. فقاموا مغيرين الأجندة أجندة المصريين أجندة الدولة المصرية اللي حطها لنفسها شوف الإخوان بيخربوا إزاي شوف رغم فشلهم السقيم المقيم إلى أنهم يقدروا يخربوا. طيب. ففجأة يحصل بدل ما يحصل وإحنا بنتكلم على إعادة تموضع كده للعلاقة بين كل القوى الوطنية مع الحكومة والدولة وأجهزة الدولة. يحصل تسميم تسميم للأجواء بين الحكومة والمجتمع وزرع ريبة وارتياب. وتشكك ويبقى في يعني حاله من الحالات اللي فيها ترقب مش هقول توتر هقول ترقب اللي فيها آآ آآ توقع اللي فيها تمهل اللي فبدل ما مشروعاتنا او مشروعنا للحوار مشروعنا للتقدم والحيويه السياسيه يمتد ويستمر ويتطور لا يتقلص ينحسر ينسحب يتراجع يشل يبقى الاخوان نجحوا ولا لا اول ما بخلي خصمي يفرض عليها طريقه اللعب فدي مشكله في الملعب دي مشكله في الملعب خصوصا انه الاجهزه الامنيه بتتصرف في مصر تصرف انه بيحتسب على طول ما هو بيشتغل على ايه بيشتغل على الحس الامني اللي موجود في العالم كله وهو التحسب احسن ليكون توقع الاسوا فيبدا يعمل ايه السيناريو ده يبدا يعمل اجراءات فيها يعني فيها تضييق على الناس فيها تقييد على الناس ناس ماشيه في الشارع وريني تليفونك اللي في طب ده بيثير احتقان هو في يا جماعه احنا مش كنا بطلنا الحكايه دي مش كنا استقرينا مش كنا وعدنا ان ده ما يحصلش، مش كنا مش كنا. فيحصل وكان هو قادر بالتخريب ده انه يلف في مصر حوالين نفسه كل شويه ترجع مطرح ما جت. تلف وترجع تاني، تلف ونبدا حركه دائريه. عايزين نقضي على الاخوان، قضينا على الاخوان، طبعا قضاء اللي هو الامني مش الفكري. أه أه وبعدين يعملوا هم دعاوى ومش عارف ايه احسن يرجع الاخوان فنرجع لا يبقى لازم نقضى على الاخوان يبقى لازم ناخد الاجراءات دي ونقعد بقى ماشي كده اهو سياسيه أه نتامل ده بس اتاملوها الوهله كده وشوفوا هتلاقوها صحيحه ولا مش صحيحه كل ما نتقدم خطوتين كل ما نقول تغيير افضل احسن نلاقي نفسنا بيرجعونا تاني السلم والتعبان والنقطه الثانيه المهمه كمان اللي احنا عايزين نتكلم فيها في في هذا السياق يعني هو قدره الاعلام الاخواني عبر القنوات المناوئه وعبر الفيديوهات واليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي في انه يوصل للناس وأه يعني ما يعني حد عايز يكابر في المعلومه دي هو حر انما انا بقول انه واصل لقطاعات واسعه من المصريين صحيح انه مش مؤثر خد بالك التعبيرات عشان استخدمها بدقه هو واصل ومنتشر لكن هو مش مؤثر عايزين نتناقش ليه هو واصل ليه منتشر ليه بقى له حضور ونناقش انه ليه مش مؤثر مش مؤثر ده عشان ده وعي المصريين مش عشان حاجه تانية وعي المصريين ونضجهم وقدرتهم على الفرز. لكن كمان عشان المصريين هم في لحظات في مشكلتين، مشكله انه ما فيش بني ادم في الدنيا ما فيش بقيه ايه بني ادم في الدنيا ولو ايه يتحمل انه يسمع صوت واحد في الدنيا. ما فيش. يسمع نفس الكلام نفس الكلام نفس ما بني ادم في وفي كوريا الشماليه مش هتلاقي حد مستحمل انه يسمع كلام واحد كلام واحد. كل النشرات واحده وكل البرامج واحده وكل الاصوات واحده كله بيقول نفس الكلام مفيش بني ادم يستحمل الكلام ده فالبني ادم بيقعد يدور على الاصوات الاخرى يا راجل ده في قلب ايام عبد الناصر بعشق المصريين قبل قبل هزيمه 67 والانكشافه الكبيره الناس كانت بتسمع راديو اسرائيل واذاعه لندن رغم انه كان في في الاعلام عباقره برضه اساتذه كبار بالذات الحال الراهن يعني ومع ذلك كان في الصحافه ومش بس هم مش هما عايزين يسمعوا صوت تاني النفس الانسانيه كده فلما الاصوات المتعدده تتراجع والتنوع يفتقد والصوت يبقى واحد ونمطي وعلى نغمه واحده ويا حبذا لو كلها ايقاع طبل فاكيد الاذن هتحب تسمع حاجه تانية لكن كمان وفي لحظات الاحباط الاقتصادي وازمه اقتصاديه الناس تحب تنفس اللي بيعملوه هما بقى أو المصريين بيستغلوهم في التنفيس بينفس عن نفسه بيعوض عن مشاعره الغاضبة المكتومة في أنه يسمع له كلمتين يا حبذا كمان يعني كلام يعني عنيف يطول مؤسسات أو يطول أشخاص فيبرد غضب الناس ويفرج عنه يعني مسألة نفسية جدا محضة يعني فالمصريون تعاملوا مع الإعلام الإخوان تعاملهم مع النائحة المستأجرة عارفين مين النائحة المستأجرة؟ المعددة اللي بديها فلوس عشان تيجي تعيط لنا شوية وتخلينا نعيط جنبها وتفرش شوية حزن وتولول وتحكي لنا عن يعني محاسن الفقيد والناس تقعد تعيط وتقعد تقول عديد لطيف كده مش لطيف يعني عديد مؤثر فتنفس وتهدينا بالظبط كده التعامل مع تعامل المصريين مع الاعلام الاخواني هو تعاملهم مع النائحة المستأجرة طيب مش صح ان احنا نسيبهم للنائحة المستأجرة مش صح ان احنا نشوف مشاعر ووجدان بتتسلم للنائحة المستأجرة وان احنا لازم نعي ندرك نؤمن ان الاصوات المتعدده واجبه مش نافله فرض مش سنه التعدد في الاطار الوطني هو ده اللي هيقدمنا هو ده اللي هيطلعنا لقدام خصوصا المثل واضح جدا ولعلنا جميعا حين نهدا متاملين المشهد ندرك إلى أي حد هو واضح جدا وضوح الشمس. الدولة في مصر الحكم في مصر دعا إلى حوار وطني، دعا القوى الوطنية إلى حوار وطني. فاستجابت كل القوى الوطنية. فاستجابت كل القوى الوطنية. الإخوان دعوا لمظاهرات ودعوات تخريب 11/11 فرفضتها كل القوى الوطنية ولم تعلن أي قوى في مصر عن شبه شبه حتى تعامل جدي مع هذه الظاهرة الله طبعا سهل يعني ان يقول لك اصلهم كلهم جبنه وخايفين ويتمسكوا ومش جبنه وخايفين يا راجل احنا بنتكلم على مئات عايزين يخرجوا من السجن يعني الشجعان موجودين يعني واللي واللي لسه خارجين من السجن الشجعان موجودين زي ما يقول لك ايه لا الناس ما خرجتش في 11 11 انا بقول الكلام ده في 10 11 الناس ما خرجتش في 11 11 عشان السقوه الامنيه ماليه الشارع وشارع. يا سلام طب ما 28 يناير 2011 قال يعني وزاره الداخليه كانت في الشارع مفيش عسكري كان في بيته كلهم في الشوارع والناس خرجت 30 يونيو التحذير رهيب هنخليها دم الاخوان هيضربوا بالرصاص هيقتلوا المصريين هنعمل مذابح في الشعوبه كانوا بيقولوا كده والمصريين نزلوا ساعه ما المصريين يقرروا ينزلوا هينزلوا تقول لي ايه اصل درجه الايه ولا هينزلوا انما ساعه ما المصريين يشوفوا الاخوان عايزين يستخدموا شوارع مصر لتخريب وطن او لهدم دوله او لمحرقه اخوانيه لصالح اهداف الاخوان او لاسقاط الاقتصاد المصري في حفره لن يخرج منها قريبا لو دخلنا في الفوضى والانفلات والتفلت. فطبعا هيرجموا دعوات الاخوان رجما بالتعالي والترفع وعدم الاستجابه وهم بقى هيحشدوا بكره مجموعه اسباب لعدم نزول المصريين <applause> يعني اذا لما بقول انه دعوه للحوار الوطني التف حولها الجميع واستجاب لها الجميع دعوة للتخريب رفضها الجميع ونفض يده منها الجميع وأدانها الجميع يبقى احنا واضح ان احنا جميع اهو بان هذا التجمع بان هذا التوحد الوطني بان هذه الرؤيه التي تجمعنا جميعا يبقى ما نقعدش بقى نتعامل نتعامل مع الـ الـ الخلاف السياسي كانه خلاف نهائي وجودي او مع المختلفين معانا كانهم خصومنا وأعدائنا لا خصومه لنا ولا اعداء لنا الا طيار الاسلام السياسي الذي يريد ان يخرب ويهدم هذا الوطن لصالح الخلافه المزعومه اسال ابراهيم خليني نروح الى اسال ابراهيم لنبدا بالسؤال الاول وهو الاتي تفضلوا يا جماعه وبس انا ليا تعليق صغير حضرتك على رايك في الحلقه اللي فاتت حضرتك بتتكلم عن السجلاء وكده فحضرتك بتقول عايزين زيرو مشاكل معلش دي نظرة مثالية جدا مفيش حاجة في السياسة اسمها زيرو مشاكل لان في دول حضرتك بتكره حضرتك يعني بتكرهنا زي المثل الشعبي بيقول حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط فمهما عملت ان انت تحاول ترضيهم او تزيل المشاكل بينك وبينهم هم برضه هيخترقوا لك مشاكل جديدة فدي نظرة مثالية جدا وغير موجودة في السياسة تماما وفي الدنيا ما يعني فانا كان ليا التعليق ده على راي حضرتك دي نقطة من النقطة الثانية على سبيل محاربة البدع ان مجرد يعني تكوين جماعة دينية هو بدعة مجرد تكوين جماعة دينية ده بدعة والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ايه إن شر الأمور المحدثة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وآفة المسلمين هي البدع البدع هي للأسف أضر بالبلاد الإسلامية جامد والمولى سبحانه وتعالى بيقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فأرجو ان حضرتك ربنا يوفقك وي... ويعينك ان انت تحارب هذه البدع و وبالتوفيق ان شاء الله وآسف إذا كنت أطلت على حضرتك مهندس حسن حسني راشد مدينة السادات. أشكرك جدا يا باشمهندس حسني وأهلا بالمنايفة في كل لحظة ووقت بطبيعة الحال. باعتبار منوف يعني فخور بانتمائه الى هذه المحافظه العظيمه. أه هو نقطتين قال لهم استاذ حسني، النقطه الاولانيه تصفير المشاكل وان سياسه مثاليه وغير موجوده في الواقع على الاطلاق، والنقطه الثانيه فكره البدع ومواجهه البدع ودعا لنا يعني بقدره الله سبحانه وتعالى ان احنا نستطيع نحارب او نواجه البدع. انا عايز بس ارد على موضوع تصفير المشاكل ولعلي لمسته منذ قليل تصفير المشاكل دي, دي سياسة ده مصطلح موجود في علم السياسة وتصفير المشاكل جعلها صفرا يعني في دول في لحظات بتعملها وبتلتزم بيها وبتنجح او تفشل انما العالم نعم العالم ليس مثاليا لكن لازم نفرق بين المشاكل والاختلاف والمصالح وطبعا والمؤامرات فايوه انا ممكن اصف المشاكل يعني وبوضوح ده بيحصل مع سياسات دول وحكومات خصوصا مع لحظات فارقة في تاريخ هذه الحكومة او ذلك الحكم يعني مثلا هقول لك مثل يعني قريب مثل مصري في تصفير المشاكل الرئيس حسني مبارك في اكتوبر 81 لما جه حكم مصر عمل تصفير مشاكل رئيس السادات في الوقت ده عند اغتياله رحمة الله عليه آآ آآ هو ساب مصر في حالة من الغليان كل القوى الوطنية مسجونة أساسا داخل كل القوى الوطنية مش مش سجن الإرهابيين اللي قتلوه بعد شوية أو اللي كانوا بيخططوا لقتله لا ده سجن الإرهابيين والليبراليين اللي ضد الإرهابيين برضو في المفارقات اللي رئيس السادات في لحظة انفلات عصبي حقيقة يعني في لحظة انفلات عصبي وضغوط شديدة عليه حتى اشتغل ضد سياسته يعني طول الوقت كان يقعد يلعب أطراف بأطراف أو يحاول أو يتصور ذلك يعني فجيه في لحظة دخل كل السكتة وفي حاجة كده المهم فلما وكان حتى في توتر مع الولايات المتحدة الأمريكية مع مجيء آه ريجان وكان في توتر مع الدول الغربيه كان في توتر بالتاكيد وانقطاع علاقات مع الدول العربيه. فلما جه الرئيس حسني مبارك عمل تصفير مشاكل على فكره. لما تولى الحكم خرج كل القوى الوطنيه واستقبلها في القصر وكلمها وبعد شويه بدا يحاور ناس على شا... اللحظات اللي عيشت حكم مبارك 30 سنه هي اللحظات دي. تصفير المشاكل دي في الداخل تصفير للمشاكل، في الخارج إعادة العلاقات العربية العربية المصرية مرة أخرى علاقة إعادة العلاقة الأمريكية إلى منطقة المصرية الأمريكية من غير توتر وهو كان عنده رغبة في تثبيت كل حاجة مطرحها كده وتهدئة كل شيء وفي لحظة من اللحظات كان ناجح تماما في تصفير المشاكل اللحظة اللي رئيس مبارك لحظات حكمه الأخير السنوات الأخيرة 2005-2010 او تحديدا من 2000 لكن خلينا اقول من 2005 الفين 2010 الفين في اللحظات بقى اللي الرئيس مبارك في 2010 قرر تزوير الانتخابات بالكامل يلا اهو لدرجه انهم في تاني جلسه في تاني مرحله انتخابيه كانوا بيتحايلوا على واحد اخواني عشان يفضل عشان ما ينسحبش من المرحله التانية عشان قال يعني المنظر المنظر بس تخليش فيها منظر انه القنوات الفضائيه والمذيعين وشاف اقفل يا جدع ماشي اعمل امنع الجرايد المستقله اللي كانت عنوان لهامش الحريه في عصره اقفل يا جدع ماشي رؤساء تانية يفصلهم بتاع اقفل 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 فاتقفل على النظام وحصل 25 يناير تصفير المشاكل هو اللي بيعيش الانظمه هو اللي بيعيش المجتمع في مرحله من مراحل الرحابه والقدره على النمو والتقدم تصفير المشاكل مع الداخل ومع الخارج ده هل معناه مفيش مشاكل؟ لا هو تصفير المشاكل يعني انك تتفرغ للمشكله الرئيسيه. يعني لو عندك مشكلتك الرئيسيه عدو على الحدود بتتفرغ له فبتعمل تصفير المشاكل اللي هو زمان ايام عبد الناصر يقول لك ايه الجبهه الداخليه. الحفاظ على الجبهه الداخليه كان عندنا في القوانين اظن لغايه دلوقتي. الحفاظ على سلامه الجبهه الداخليه دي حضرتك اسمها الجبهه الداخليه. اللي وطنية القوى الوطنيه والتشارك مع كل قوى المجتمع. فتصفير المشاكل عشان تتفرغ لمشكله وحيده هي الرئيسيه هي الكبيره اذا كانت دوليه او داخليه انهاض الاقتصاد بناء مجتمع مدني حديث مواجهه التيار الاسلامي السياسي والارهاب والتطرف استعاده الدوله المدنيه في يعني دي دي القول دي القوى دي القضيه الاهم فانت بتتفرغ لها فبتعمل تصفير مشاكل انما لما نعمل مشاكل مع كل الناس مع بعض ويبقى كل الناس احنا مش طايقينهم ونوتر علاقاتنا بالخارج ويبقى كل الناس وحشين وكل الناس خلاص يبقى يعني هنتقدم ازاي؟ اذا كنا يعني عاملين ده في الداخل وفي الخارج اي دوله اي دوله في الدنيا محتاجه تصفير المشاكل دي. كل ما نجي احنا في تصفير مش حاجه مثاليه خالص، حاجه واقعيه جدا، واقعيه للغايه. انا عندي مشكله حدود مع اتفاقيه حدود هنا في الغاز، انا عندي مشكله اتفاقيه حدود هنا في الحدود الـ 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 الارضيه او الحدود البريه. هروح اصلح يا اعمل المعاهده هنا واعمل الاتفاقيه هنا واعمل ابرد الناركو عندي مشكله في علاقه مع دوله نتيجه عدم الاعتراف باقليم فيها. اروح غلط وهكذا فابني فوق بقى حاله التصالح دي وحاله الاستقرار دي او ابني بقى البلد تتبني 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 انما لو بنوتر كل علاقاتنا داخليا وخارجيا مش هنبني حاجه في حد هيبني على رمال متحركه؟ في حد ممكن يبني على رمال متحركه؟ فاكرين فيلم عنتر بالشداد؟ لما فرشه ونزل بقى في الرمال آه دي الرمال متحركه وغطس براسه بقى وبتاع وين عنتر وين عنتر شيبوب جري وخاف طيب الجزء الثاني بقى من السؤال اللي هو فكره البدعه ومواجهه البدعة وتكوين جماعه دينيه في حد ذاتها بدعه واستخدم هو الحديث المنسوب للنبي بقول المنسوب اللي هو شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أنا مش فاهم البدعة هنا لأن هم بيستخدموها على هواهم، يعني الميكروفون بدعة. الميكروفون بدعة مستحدث. ومع ذلك هم بيقدسوا الميكروفون. السلفيين. وجزء من قوة إيمانهم إن هم لك الصلاة على الهواء مباشرة وحاطط الميكروفون في البلكونة بتاعتك. وأنت لو اعترضت على الميكروفونات دي تبقى أنت من 60 في 70 كافر. يا جماعه مش معقول ده ايام سيدنا النبي ما فيش ميكروفون هو, هو كده الله مش كل بدعه ضلاله ايش دي مش ضلاله <applause> يعني انا ما اعتقدش ان كل بدعه ضلاله ولا اظن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام اصلا لانه في كل واقع انت محتاج استحداث رؤيه وعصرنه لل لل للفهم وإعادة نظر واجتهاد هم كانوا بيستخدموا الحديث ده عشان يوصموا كل اجتهاد وكل رؤية جديدة باعتبارها بدعة فيواجهونها ويقسموها براحتهم اللي عاجبهم ومكيفهم قوي تبقى مش بدعة واي حاجة هم ضدها يسموها بدعة ومن ثم تبقى ضلالة ومن تبقى في النار. فاللي انا اللي انا عايز يعني اقول المهندس حسني عليه انه انا الرغبة الحقيقية في مواجهة الاظلام والاعتام في فهم الدين هو ده المشكل الحقيقي وهم الجماعات الدينية والقصة اللي قال عليها انه البدع هي الجماعة الدينية دي مشكلة لانه برضو الحديث يقول لك آآ 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 امتي شاف احدى وسبعون شعبة وفي حديث تاني او في رواية تانية ثلاثة وسبعين وانه في فرقة واحدة الفرقة الناجية وكل واحد معتبر نفسه الفرقة الناجية ده انا الفرقة الناجية غيري ده اللي هيروح في داهية وعشنا بقى الفرقة الناجية لغاية النهاردة السنه تقول لك احنا السلفي يقول لك احنا الفرقه الناجيه واللي مش عارف يقول لك احنا الفرقه الناجيه تقول لك احنا الفرقه الناجيه والقادة تقول لك احنا الفرقه الناجيه فأنه انه ادعاء انه في فرقه ناجيه هو ده ده المشكل الحقيقي احتكار الحقيقه احتكار الدين هو ده المشكل الحقيقي الهدف اللي انا مسعى اليه وباتمنى ان انا كان احقق يعني واحد من مليون فيه ان الناس يتسع صدرها مش بقول عقلها صدرها حتى انه في اكثر من رؤيه وما فيش احتكار للحقيقه وفينا اكثر من فهم انما ان احنا كلنا نبقى عايشين تحت طائله الفهم الواحد والراي الواحد اللي بيعتبر ان كل حاجه غيره بدعه او كل حاجه غيره ضلال دي الكارثه الكبرى يعني نسمع السؤال التالي بسم الله الرحمن الرحيم انا اشرف من اسكندريه تحياتي لحضرتك استاذ ابراهيم وتحياتي للقائمين علي البرنامج وتحياتي للقناه بصفه عامه انا متابع لحضرتك من زمان كنت بشوفك في عده قنوات فضائية كنت بتتكلم عن الصحابة عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق وسير الصحابة كلها وكان برنامج رائع وكنت من اشد المعجبين بهذا البرنامج. حضرتك جيت في اخر البرنامج وجبت المراجع او المصادر اللي انت جبت منها المعلومات واذا بها عدة كتب من التراث، أسد الغابة في معرفة الصحابة، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، سير اعلام النبلاء، كتب كلها تراث. واذا بحضرتك بعد كم سنة الاقيك بترفض هذا الكتب او هذه الكتب اللي فيها التراث وبترفض ما جاء فيها وحضرتك يعني يعني مش عارف هل يعني انكرت هذا الكلام او حضرتك رأيك اتغير في المسألة فارجو ايضاح هذا يعني احنا كنا مبسوطين جدا ومستمتعين بسير اعلام النبلاء والصحابه وسيرهم وكذا وكذا، ثم تاتي بعد ذلك حضرتك تقول ان كتب التراث دي كلها يعني أنا لا يعتمد عليها وانا ارفضها وكذا وكذا، ارجو من حضرتك ايضاح هذه المساله وشكرا جزيلا لحضرتك ان انت اتحت لي الفرصه ان انا اقول رايي واسال سؤالي وفي انتظار الرد من حضرتك يا استاذ ابراهيم، شكرا جزيلا. اشكرك جدا يا استاذ اشرف اسكندريه ماريا العظيمة الجميلة الرائعة أم انت كان لك سؤال قبل ده انا اظن ان انا جاوبته جاوبت عنه في المقدمة واظن انك يا استاذ اشرف خدت بالك ان انا برد على سؤالك انما السؤال التاني ده اللي هو اللي ان انا غيرت رأيي في التراث وان انا قلت ان انا مش موافق على التراث ورافض كل اللي فيه انا ما قلتش كم ده خالص مش عارف يعني متى سمعتني متى ضبطتني اقول هذا متلبسا بمثل هذه المقولات. <تصفيق> <تصفيق> ابدا طبعا. عمري في يوم من الايام ان انا رفضت التراث كليه وانا ما انت بتكلمني عن برامج رجال بعد الرسول والرائعتان والرائعان انت بتكلمني على 210 ساعه تلفزيونيه اتكلمت فيها في التاريخ الاسلامي. وبعتز جدا بكل دقيقه في ال 210 ساعه دول. وبتقولي ان انا عرضت كل المراجع وانا هنا في المكان هنا في حديث القاهره جبت المراجع وقريتها لما كنا بنتناقش في قضايا كثيره بالمراجع بالعناوين بالصفحات بالفقرات كتب التراث كلها فالتراث موضع احترام وموضع تقدير وعايز اقول لك كمان موضع اجلال لانه ده جهد ناس عظيمه اشتغلت وبحثت وكونت افكار واراء وقدمت سير وتاريخ فده جهد عظيم جدا موضع تقدير مش موضع تقديس دي الفكرة ثم أنا استندت إلى التراث ده نفسه وللمراجع دي في رواية رحلة الدم وفي رواية اه 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 حروب الرحماء وفي الجزء الثالث اللي أنا بقف عليه دلوقتي أرى كمية كتب ومراجع تراثية بعضها يعني يعني منسي عند حتى الخبر التراث أساسة التراث نفسه امال ايه الحكايه بقى انا عمري ما بقول لك ان التراث مرفوض انا بقول لك ان التراث محل نقاش اولا كمان التراث متعدد متنوع مختلف عليه وفيه ومعه مش تراث احادي هي المشكله دي اللي انا كنت اتكلم فيها حالا انه هم عايزين يفرضوا فهم معين في التراث ويعتبروه هو التراث عايزين يشكلوا انا بقول الاسلام السياسي او السلفيين عايزين يفرضوا علينا الرؤيه السلفيه اللي جزء من التراث وبالمناسبه السلفيه هي اضقل جزء في التراث وهي اقل اجزاء او مناطق التراث اصاله وعمقا ومستحدثه تمام مستحدثه نتكلم يعني لو احنا بنتكلم في التاسيس الحقيقي يعني لابن تيميه ثم ابن عبد الوهاب ابن تيميه وابن قيم الجوزيه ومحمد عبد الوهاب والوهابيه كلام يعني احدث مش مش حتى المذهب الحنبلي انا بكلمك في تجلياته بتاعت ابن تيميه فالسلفيه دي اختطفت العقل اولا اللي كان معاه فلوس كتير قوي فلوس رهيبه نتيجة المشروع السعودي الوهابي اللي قبل طبعا ما الأمير محمد بن سلمان يعمل ثورته الإصلاحية العظيمة دي عليه فالسيطرة كانت هائلة وجبارة إلى حد أن السبعينيات دي كلها قدم المشروع الضئيل اللي في التراث ده الحاجة الصغيرة المحدودة في التراث ده إلى أنه هو يسود العقل المصري يعني عايز أقول لك مثل واحد عشر الازهر الشريف من يوم ما انشئ بيدرس المذاهب من يوم ما انشئ بيدرس المذاهب الاربعه وبيدرس المذاهب الخمسه كمان لكن عموما لما استقر بعد صلاح الدين الايوبي فانه سني بس فالمذاهب الاربعه ماشي صلاح الدين الايوبي قفله 90 سنه قفل الازهر الشريف 90 سنه المهم لما عاد بيدرس المذاهب الأربعة المذاهب الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل كل مذهب من دول له إمام إمام الحنفية في الأزهر إمام الشافعي في عشان كده الإمام الأكبر هو الإمام اللي فوق الأربعة دول اللي هو بينتخب من أئمة النظام القديم لما كان فيه أئمة الأربعة بتوع المذاهب ده ده في احتفالات كان بيحضرها السلطان ويحضرها الملك موجود وحضر ائمه الفقه الاربعه موجودين في الاحتفال. بعد كده بقى الامام الاكبر شيخ واحد الازهر طيب الامام الاكبر عشان كده اسمه الامام الاكبر. طب الامام الاكبر ده عمره جه حنبلي؟ يعني جه عمره جه بالمذهب الحنبلي على مدى الالف وشويه سنه في تاريخ الازهر مره واحده. شوف عشان يقول لك قد مذهب قليل جدا السلفية ده محدود للغاية الأزهر نفسه عقدته من يوم صلاح الدين يعني آآ آآ عمل على المصريين فرض عليهم أو يعني جعل المذهب الرسمي هو المذهب الأشعري وهو اللي دخل المذهب الأشعري مصر وهو اللي اعتمده كمذهب رئيسي والمصريين والأزهر بقى شاعره عمره ما كان سلفي، الأشاعرة ضد السلفية. لغاية ما كانت السبعينات والثمانينات والسلفية سيطرت وتغلغلت وكلت وشربت ويعني واخترقت. وطبعا بمناسبة التراث الناس حتى مش عارفة الفرق ما بين السلفية والأشاعرة. ومش عارفة الفرق انه في التراث نفسه يا جماعة طب في الدقيقتين دول بس سريعا يعني. في حاجة اسمها العقيدة وفي الفقه الفقه ده اللي هو المذاهب الأربعة المذاهب التسعة لو اعتمدنا يعني أوسع من المذاهب الأربعة المذاهب التسعة الفقه ده اللي هو الفتاوى طيب في تبسيط في تبسيط شديد العقيدة دي فيها اختلاف بقى العقيدة دي في مفهوم أو فهم المعتزلة في فهم الأشاعرة في فهم الأشاعرة المتردية في الاماميه اللي هم الشيعه في السلفيه الازهر هو ايه يعني ايه العقيده؟ يعني يسأل يعني العقيده كلام له علاقه بالالهيات يعني ربنا مثلا في القران بيقول يد الله اليد دي يد بجد؟ يد ايه يعني شكلها ايه اليد؟ فنتخانق في الحكايه دي المعتز يقولوا ما فيش حاجه اسمها يد ربنا مالوش شكل ربنا ما نعرفوش ربنا بيتكلم عن اليد دي باعتبارها القوه القدره فتعبير مجازي انما مثلا السلفيين يقولوا لا هي يد بس ما نعرفش يد شكل ايه وده بقى المجسمه والمشبهه وقصص معقده من النوع مثلا احنا في الجبر والاختيار يعني انت ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك على الفعل الشرير اللي انت عملته عملت سيئه طيب السؤال في العقيده طب ويحاسبك ازاي اذا كان هو اللي عامل لك الفعل؟ مش هو خالق هذا الفعل؟ يعني ربنا لو مش عايزني امسك المج مش هيخليني امسك المج؟ طب لما انا بقتل لو ربنا مش عايز نقتل ما كانش خلاني نقتل يبقى ازاي يوم القيامه هروح اتحاسب على اني قتلت؟ ما انت اللي خليت نقتل مش انت ارادتك فوق الكل؟ وانت اللي محرك لكل الافعال؟ اه هنا نقاش كبير جدا في الجبر والاختيار في الفعل ده، فعل إرادة الإنسان، الإنسان هو اللي عامله ومن ثم يتحاسب، يعني المعتزلة مثلا يقول لك العدل والوعد والوعيد. والعدل. ربنا سبحانه وتعالى قال إنه هيحاسبك على أفعالك، تبقى دي أفعالك، ليمكن يمكن تبقى أفعاله هو. طب ما ابتدى يعمل مشكلة تانية لأنه ربنا بيعمل الحسب ما يعملش القبيح، طب دي تعمل مشكلة تانية طب ما معناه إن إرادة ربنا فين هنا؟ في الفعل بتاعي الشرير ده. فنختلف مع المعتزله لانه اكيد اراده ربنا هنا يقول لا دي اراده البشر قال لا يعني انا ممكن اعمل حاجه ربنا مش عايزها امال هتتحاسب ازاي يا رب قال لا ما انت كده بتقيد اراده ربنا الكلام ده بقى بحور من العلم والبحث بعضه شيق جدا على فكره لكن بيودي النقطه معينه هي الفيصل ما بين كل الافكار دي كلها العقل المعتزله والاشاعره بقدر أقل بيشغلوا العقل. العقل قبل النقل. ال المعتزلة يقول لك نعرض الحديث ده الحديث النبوي على القرآن. وافق القرآن أهلاً وسهلاً، ما وافقش ماليش دعوة خالص. السنة يقول لك لا لا يمكن. يعني إيه حتى لو خالف القرآن؟ أيوه حتى لو خالف القرآن يبقى الحديث هو اللي صح وينسخ القرآن. فالمعتزلة يقول لهم أنتم مجانين. فالمعتزلة يقول لك لا أنتم منكرين. ودخلنا اللي السلفيه يقول له انت منكرين والمعتزله يقول له مجانين انه حديث ضد القران ولا يتوافق مع القران ولا يتوافق مع العقل وانت عايز تقول انه حديث ونمشي بيه وهكذا دي الفروق اللي في التراث تسألني انا منحاز في التراث لاشياء وضد اشياء انا بتعامل مع التراث زي النحله كده اخد اي حاجه من الورده اللي انا عايزها من اي مذهب اللي عجيب اخده هو ربنا قال لي مذهب ربنا قال لي الاسلام وبيحاسبني انا فانا اللي انا عايزه واسيب اللي انا عايزه واللي انا مش عايزه انا حر هذه هي الدعوه الحقيقيه اللي السلفيين ضدها انك تكون حرا امام كل هذه الحديقه الغناء بحشائشها واشواكها كمان واختارت هم عايزين لا هم مستضينك وفي ركن وفي شجره شوك وبيقول لك يلا احصد يلا ناخد فصل